في 360 درجة ديزاد لنهار اليوم راح نستقبلوا الفاشينيستا والمؤثرة نوريام. نور مرحبا بك معنا. من اليوتيوب إلى الانستغرام وسناب شات وصلت أنها تصبح مصممة ملابس نسائية. أنا حبيت نعرف أسكو زادوا المتابعين مور ما جاد للدنيا. ماكي كان ما وريتوش كامل ما نوريش وجهه. قال لك ما باليش أسكو النهار الأول ولا الدوزيام تاع الولاده تاعك درتي لي سناب وبنتي سو لي ريزو سوسيو. وعلاش خرجتي بليدك نورمالمون لما تقعد حتى تغلق ربعين و... نور يقولوا انه في كل مناسبه ديري حفله. انا جاي راح تحكي لنا عن زواجها وتاثيره على منصات التواصل الاجتماعي. نور اللي اصبحت من بين المؤثرين الاكثر متابعه على النت راح تجاوب على كل الاسئله اللي انطرحت عليها. اسكو جاز النهار ما درتيش ستوري؟ كنت بزاف نيه واحد الوقت. منافستك رقم واحد في الجزائر. واحد الوقت كنت حابه نبدلني فيه بصح بون. نور اللي صبح عندها اكثر من 425 الف متابع على الانستغرام. عندك اكثر من 425 الف متابع على الانستغرام. راح تحل كونت انستغرام نتاعها مع تصورها وراح نتقربوا اكثر من شخصيتها. نور مرحبا بك معنا. يسلمك. شرفتينا بحضورك. يعطيك الصحه. نور اول سؤال ليا واش معناتها نوريام؟ نوريام نوريام سمعنا بزاف عليها نوريام هذه واش معناتها؟ بون دابور ما ماني دوموندي بلي على كل فوش نوريام وشنو نور نور وبارفو يعطولي هدى ثاني دونك انا اسمي نور الهدى و جي شوازي نور اند ام اللي هو رجل مروان. نوريام مروان نوجه له تحيه بالمناسبه. نور الفكره هذه تاع نوريام تعمل تاعي انا ودخل فيها شويه ماما ودخل فيها شويه مروان دخلي فيها كامل كاع كامل تشاركنا. يقولوا انه عندك بزاف خلافات مع منافسيك، هل هذا صحيح؟ ماشي بزاف جماعة سي نورمال يعني لا كونكورون كي يكونوا دي كونكورون توجور كاين دي بروبليم بيناتهم. ديرنييرمون في لي ريزو سوسيو كو سوا انستغرام ولا يوتيوب كاين بزاف لي كلاش. كانوا لي كلاش هذوك في الراب دوكا ولاو في يوتيوب وفي الانستغرام مع اليوتيوب. واش راك في هادشي انتيا؟ انا بالنسبه لي ما ولا واحد يدنا ليا ولا ما ندخلش في ما ترديش فوالا مرات ما نديرش لي كلاش سورتو با في لي ريزو. كلاشاوك ديجا ولا جامي؟ وي. ما رديتيش؟ نو. وعلاش؟ دو فاسون انديريكتومون ما قالوش اسمي بصح على بالي ليا. ولكن ما ترديش؟ شغل هذه خطه ولا؟ باسكو كان نزيد نهضر وهما يكملوا يهضروا وما تفكري بوكو ديستوار. وعلاش هادشي راه يصرى؟ علاش الفنانين ولا دو يوتيوبوز ولا دو يوتيوبور ولا دو شونتور علاش ما يكونوش يعني كيف كيف ويتعاونوا؟ وعلاش راه يوصري هادشي في رايك انت؟ ديجا بالك كاباب تكون غيره كاباب يكون بور كريي ان بوز فوالا رجال بوز كيما كاين ما ان بوز يقعد ان بوز كسوا ان باد ولا ان بون بكون نقولوها دونك المهم لو بوز. تخي بيان. جوبونس هكا موند. ديرنييرمون نور رزقكم ربي بطفل. بالبركة عليكم ربي يشرف لكم ان شاء الله. اسمه جاد هكذا ربي يخليه لك ان شاء الله. انا حبيت نعرف اسكو زادوا المتابعين مور ما جاد للدنيا جادوا زادوا وي زادوا واش تفسري يعني كيفاش تفسري هذا الشيء يعني جامي شافوا بالك لي زانجيريان يوتيوبوز دارت هكا كيما انت هكا ولي سناب بالك ديجا احنا كامل نحبوا دراري ما كاش ملايكه دونك وين نشوفوا بيبي نحو كامل نديروا له دونك جو بونس كو سي بارابور ا سا اي اوسي بالك اول باش ديري اول ولا بارمي لي بروميير يوتيوبرز اللي داروا لي يوتيوبرز ان ميم طون مامون وراو الابن تاعهم فوالا يوروا ولادهم ماكي كان ما وريتوش كامل ما نوريش وجههم انا جاي وعلاش ما توريش وجههم؟ Je le préserve. Voilà. Parce que je me fais aller, mais je suis en train de me faire aller. Je me dis, plus tard, je vais aller sur les ténés. Donc je préfère mieux me faire aller. Je vais aller sur les ténés. 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 Je vais aller نور انت اول وحده يعني شفناها وكاين ناس بزاف كومونتاو قال لك ما باليش اسكو النهار الاول ولا الدوزيام
تاع الولاده تاعك درتي لي سناب وبنتي سور لي ريزو سوسيو نهار الاول نهار الاول وي سيتي انا زيت 11h20 ودرت واقيلا ستوري ديالي ا 17h على 5 تاع العشيه و سيتي جوست باش نطمئنهم بلي سافا سا سي بيان الحمد لله ما كنت ما قلت لهمش بلي حن يعني حنزيد مي تالمو يعني أنا كم من فامي يعني يبعثوا لي ناس عجبتهم كيما قلت لهم فامي قلت لهم هما تاني مي شغل ديجا كنت مغطيه بلاكوات على كلينيك وكلش قلت لهم برك بلي الحمد لله سيتي نورا سو بوينت تحب الانستغرام ولي زابوني تاعها وي اون بيرسون ما تعرفكش ميم با وتحبك وتقسي عليك واختارت ميم ابوني للدار دونك كيفاش ما كاش كيفاش لازم انا هكذا نفهم كو لي مامون لي زيدو يعصبوا يقعدوا شهر وشهرين وكذا ماكش منها ما انتهم يفيسوا انت حبيتي تقولي لنا هكذا لا شوف انا نقول كل وقت ووقته بالك هما ماما داروا لي حاله وكيفاش وتخرجي وعلاش خرجتي وليدك نورمالمون المرا تقعد حتى تغلق ربعين ما نقول كل وقت ووقته وكل وحده كيفاش يحس على روحها كاين اللي ترفد روحها انت كاين واحد اخر اللي لا يعني انت خرجتي شحال باش خرجتي مباشره تدخل خرجتي ديجا نهار خرجت من الكلينيك يعني كنت لبست بيا وماكيت وفكرت روحي و ابري خرجت بالك 3 جوغ ابري صح ماشي هادشي ما ديريش باسكو بالك تخافي انه لي زابوني تاعك يروحوا الغياب تاع انفلونسوز ولا انفلونسور اسكو اثر على لي زابوني جوستومون كيما انايا دوك مع المزيود جديد مع المسؤوليه وتبدلت يعني كاين بزاف حاجات تبدلوا ماشي كيما افون دونك انا غايبه شويه ميم قبل يعني ما نزيد ايتو كنت غايبه شويه سواء على اليوتيوب ولا على الانستغرام تاعي ندير دي ستوري وكلش وما كايتو يبعثوا دي ميساج ويسقسوا بارفو والله جو مفورس ندير الخمار هكا برك باش نقول ندير لهم كوكو ولا ما نخليهمش هكا كيسنوا صح نور شفنا ايضا انه تشاركي الزوج ديالك مروان نقول له تحيه بالمناسبه تشاركيه يعني في الحياه تاعك سو انستغرام اولا اسكو ندمتي على هذا الشيء نو صح واسكو مروان سا ديرونج با باش ديري هكايا ديجا ما باش اذا غماركيت بلي مروان ما يهضرش ديجا ما يهدرش زعما كي يكون دير ستوري ولا ما يهدرش ابان يضحك دونك طول طون شي سيريو كلش دايوغ اشاك في يقولوا لي يا راجلك ما يحبكش يا يشنب بزاف دونك جيساي يليساي توجور ديجا هو ما يحبش بزاف التصاور ما يحبش يبان بزاف اي دونك بصح انا جام بيان يعني نصوروا معايا وما يبانش بيا هكذا هو ما يحبش يفيتي بالك يليفيت فوالا نور يقولوا انه في كل مناسبه ديري حفله هل هذا صحيح جو بونس هادي سي بارابور البيبي شاور هذيك الحفله اللي درتها في 8 موا دو كروسيس وقيل ديالي وين حبيت برك نشارك لي زابوني ديالي درنا حفله هكا صغيره في الدار وين عرضت فيها غير صغار تمامي كوزين وصحاباتي برك باش نشاركوا كانوا كالكو كانت كيما ايناس عبد الله فوالا اللي نحيوها دونك c'était juste pour partager parce que لوكان par exemple ندير اسبوع ولا ماشي راح نقدر نبارطاجي مع لي زابوني ديالي باسكو يكونوا لا فامي يكونوا نكون انا بلا الفولار دونك سي با ايفيدون دونك اكسيبسيونيلمون ماشي زعما كل خطره دير حفله لا ماشي كل خطره كي تجي لوكازيون نور عندك اكثر من 425,000 متابع على الانستغرام وش يعني لك هادشي واش نقول لك يعطيهم الصحه فوالا هذا واش عندي يعني لي بزاف باسكو بدينا بالعقل بالعقل وطلعنا اونصامبل باسكو هما اللي طلعوك ابخي تو سي لي زابوني ديالك سي واش تقدم لهم اي فوالا صح انا دوك نعطي لك كلك فوتو تصاور من انستغرام تاعك وماذا بيا تعلقي لي عليهم اول صوره نالت اكثر من 56,900 لايك هاي لك الصوره جستمون تاع البيبي شاور الحفله اللي هضرنا عليها من قبل دونك وي هنا قلت لكم كنت في شهر 8 ديالي تاع الحمل ديالي ودرنا اون بتيت فات كما قلت لكم تري بيان نزيد لك ثاني صوره نشوف اسكو تقدر ديفيني ولا لا هاد الصوره نالت اكثر من 90,000 جام زعما واش تكون هاد الصوره وليدي
صورة نالت أكثر من 90,000 جام. هاد صورة يعني كيف جاتك ليدي باش تصورها؟ كانوا يقولوا لي حطينا فوتو ما عرفتش كيفاش. اون بليس فولي فار امو يعني مكتوب من تحتك كاين ان تي تيكست هكا درتو لي زابوني على اساس انه زعما وليدي هو يهدر معاهم بور سو بريزونتي ويقول لهم فوالا انا اسمي هكا وهكا وهكا وعجبتهم بزاف لا فوتو فوالا شفتهم قريب 100,000 جام. يعني نخلي لك واش تقولي لي زابوني تاعك قبل ما نروحوا الفقره واحده اخرى واش تقولي لهم يزابوني تاعك؟ نقول لهم يعطيكم الصحه اللي ما خلاونيش طول طاي تبعوني عشان كيف ندير حاجه جديده يدعموني و اسكو جاز النهار ما درتيش ستوري جامي جاز وي طاي حزينه يعني اسمحوا لي على بالهم ضل نقول لهم قهمت وبديت اسمحوا لي على شاك فوا نورا اسكو انت جريئه شويه كنقول لهم اسكو انت جريئه ولا انت جريئ دائما شغل تجيهم هذيك جريئه شويه زين عارف ما قولك جريئة ولا جريئة ما نحن نقولك شيء حابة ندخلوا للعشرين سؤال معلش حابة عشرين سؤال نور عندي لك عشرين سؤال جاوبيني عليهم بشكل سريع جاهزة؟ كاين بزاف تظن اسم ما نقدرش اسم واحد ما نقدرش الحاجة اللي تبكيك حاجة اللي تبكيني بلاك ان فيلم اللي قيسني ان فيلم تكون ان استوار دامور ولا نبكي الشركة في كلمة الشركة في كلمة هلكا لو ديري عملية تجميل واش تبدلي في روحك واحد الوقت كنت حابة نبدلني فيه بصح بون جست هكاك بصح جامي اللي نديرها الحمد لله على واش عطاني ربي كنت قابلي شخص تكرهيه كيفاش راح تعاملي معاه على اساس اني ما نعرفوش يعني تجاهليه افضل يوتيوبرز جزائرية في نظرك لازم نمد اسم في نظرك شكون أفضل يوتيوبرز جزائري في رأيك أنا قلت هكا باش ما نمدش اسم تاع واحد اخرين بالك بس كان عندي صحابة تاني يوتيوبرز نخاف واحدة تزعف و دونك جو بريفير مي نقول أنا بور ايفيتي تري بيان وقتاش نور تتحول إلى شخص آخر قيسوني فريمون ونحس باللي تحسبوني جايحة فوالا اخر دمعة وقتاش حبطت كنت زعف نبكي وكنت قلق نبكي تغيضني عمري نبكي دونك مش كيتش ما باليش يوتيوبرز نحبها سناناس
أقصى نقد تلقيته؟ أحسن أسمع كريتيك ولا كي درناولي الزوج ديالي كي زعما اختارات يقولوا حاجات كريتيكي ولا يعطاكي ديريكتومون وانا هذاك تمايطاكي وانا معليش بصح هو انا. نور شكرا لك ان شاء الله ما كنتش قاسي معك. نخليك الكلمه الاخيره. باي يعطيك الصحه ويعطيكم الصحه نتوما لي زابوني ديالك تاع بالي بلي راكم راحين تشوفوني ومشاهدين كامل ويعطيكم الصحه وبقى على خير.